كما قال لك السلطات، نطلبوا من السلطات تاعهم ان شاء الله والمحبين تاع هذا الفريق يلتفوا عليه ويعاودوا ان شاء الله يحيوا الامل تاعهم ان شاء الله ويلعبوا المنافسه ويأهلوا ان شاء الله اللاعبين تاعهم. نتاسفوا ثاني من الجماهير تاعنا والمحبين تاع الفريق اللي اليوم دخلوا للملعب اسياف عمر اللي كانت اول مقابله لنا في هذا الملعب، ان شاء الله يكون علينا ملعب خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا راح نتخذوا اجراءات مع المدير تاع المراقبه ان شاء الله باش فيما يخص التداخل اللي اقتناوها الانصار تاعنا، وان شاء الله نردوهم بالقرار اللي غادي نتخذوه ان شاء الله. الاداره احنا غادي نديروا ان رابور تاعنا ونبعثوا للاتحاديه الجزائريه لكره القدم. هذه الامور هذه يبقى البيرو فيدرال هو اللي يتاخذ اسكن نعاودوا المقابله ونردوا ثلاث نقاط. احنا جينا والحكام جا والديليغي تاع المقابله جا، يعني الفريق يلعب باذن الله. نقول ان شاء الله باذن الله الاتحاديه راح تنصفنا وتعطينا ثلاث نقاط ان شاء الله، لانه فريق امل الاربعاء كان لعب في ست جولات ماضيه، يعني ان شاء الله باذن الله راح تكون ثلاث نقاط ان شاء الله لصالحنا ان شاء الله باذن الله. المقابله تاع اليوم احنا تمنينا كنت تجري في اليوم مباراه، لانه حضرنا المباراه هذه لانه الفريق تاعنا في ديناميكيات نتائج ايجابيه اللي بغينا اليوم نزيدو ناكدو ان شاء الله. وعندنا وكما بغينا نتحدثوا على المباراه، مباراه واتش اللي كما يقول لك اخر نحضروها الاسبوع القادم ان شاء الله. بالنسبه للوضعيه امل الاربعاء ما يستاهلش هذه الوضعيه اللي فيها، مباراه لم تجرى بسبب الاجازات. احنا ماناش عارفين اسكو دوكا نستناو قرارات الرابطه وان شاء الله نشوفوا الرابطه تفصل في وضعيه كما هذه. بالنسبه عندنا برنامج الان دوكا قبل ما يخرج قرار تاع الحكام ولا تاع الاخر باللي باش ما تجراش المباراه، مدينا برنامج اللاعبين ان شاء الله، لانه ما يخفالوش انه ضيعنا اليوم 90 دقيقه في رجول اللاعبين. غدا ان شاء الله عندنا برنامج خاص للاعبين وان شاء الله ونكملوا في التحضيرات ونستأنفوا التحضيرات يوم الاحد ان شاء الله. محلو تمنينا اليوم امام الجمهور تاعنا اللي نشوفوا فيه جاب قوه اليوم باش يساند الفريق تاعو، وتمنينا انه الملعب اسياف يكون فالخير علينا ان شاء الله. مازال مباراه ان شاء الله نجدو نفرحوهم في هذا الملعب ان شاء الله.